قصة الدين العظيم، قصة أعظم دين بعث للبشرية منذ بداية الخلق، الإسلام. الإسلام يرويها لكم محمد درويش كل يوم في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف على قناة المعلق الصوتي محمد درويش على يوتيوب youtube.com/mdarwish، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت شرقي أمريكا عبر أثير إذاعة لما اف ام lamafm.com/live. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يا